لم يتركنا مهنة إلا وعملنا بها، في إشارة من الأردنيات إلى محاربة ثقافة العيب والوقوف أمام البطالة التي باتت منتشرة في المجتمع الأردني وتجاوزت نسبتها 18%. اتجهنا إلى العمل في مهنة يبتعد بعض الشباب عن ممارستها في المجتمع الأردني، وهي عاملات تعبئة الوقود في محطات البنزين. ما في فرق بين بنت وشاب، إنه هاي وظيفة بتخص بنت وهي وظيفة بتخص شاب، لأنه في مساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء. بما إنه المرأة صارت طبيبة ودكتورة ومهندسة وشرطية يعني ما في فرق إنه تكون في بنت بتشتغل على محطة تعبئة وقود. كناس يعني ممكن تلاقي 5% مو متقبل الفكرة، يعني كنسوان وكرجال. هلا نحن بنعبي بنزين للناس، تمام، وفي عنا ديزل كمان. يعني بس هي عبارة عن تعبي على السيارات وتقعد، هي الشغلة يعني كتير سهلة. صورة قد تكون جديدة على المجتمعات العربية وليس الأردنية فقط، ولكن المجتمع ينظر لها بعين الاحترام والتقدير. مجتمع يسعى لكسب الرزق في وقت باتت عمان فيه أغلى مدينة عربية بحسب مجلة الإيكونومست الاقتصادية. لذا أصبحت الفتاة الأردنية تبحث عن مصدر رزقها لتقف جنبا إلى جنب مع الرجل وتثبت أنها قادرة على دخول كافة معتركات الحياة. بنت ببنت، يعني حلو هيك، بتقدر تتعامل معها، تحكي معها شو ما بدك، يعني حلو. شيء غريب بالنسبة لمجتمعنا، بس ما بعتبره شيء مخالف لثقافة العيب. يعني مدام الشغل شريف ويعني تشتغل قدام الناس ومش عارف تعمل إشي غلط، مش شايف إنه شيء غير مقبول، يعني بالعكس. قادرة واثقة بنفسها، مؤمنة بإمكانياتها العملية، هي الفتاة الأردنية والتي شكلت نموذجا يحتذى في الوطن العربي من خلال كل ما تقوم به من أجل تربية أبنائها وتأمين مستقبلها والعمل في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد. ها هي المرأة الأردنية تثبت قدرتها على مواجهة أعباء الحياة وكسر ثقافة العيب من خلال مهنة كانت حكرا على الرجال فقط، ليس في الأردن ولكن في معظم دول العالم. دام الكردي، قناة الغد، عمان.